السلام عليكم، كديري لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بغيت نشارك معاكم الصفه، غادي نصوبها وقلت علاش ما نشاركهاش معاكم. المهم غنحتاج صفه، انا عندي كيلو ونص. انا نقص هنايا باش غادي ندير ليها الزيت. بسم الله. كما كتشوفوا انا عندي هنايا الماء تيغلى، غادي نخليه حتى يغلى، باقي ما غلاش ليا، غنخليه تيغلى واحد شويه وغادي نحط عليه الصفه ديالنا. ملي غادي نحط عليه الصفه، ملي غنحط عليه الصفه غنخليه المده ديال نص ساعه وهو هي الصفه ديالنا تطيب. غنخليه واحد نص ساعه وهي السته ديالنا تطيب، من بعد غادي نرجع معكم نوريكم الطريقه الثانيه، الفوره الثانيه كيفاش غادي نديروا ليها. البنات رجعت معكم من بعد ما درت الفوره الثالثه، لان الفوره الثانيه تقطع ليا الفيديو، كنعتذر. ها انتم كتشوفوا هذه راه الفوره الثالثه، انا راه في الفوره الثانيه ضفت الزبيب، ها هو راه كيف ما كتشوفوا راه تيبان. كنحاول نحلها بالفرشيط لانها سخونه بزاف، وكيف ما كتشوفوا كنبردها بالماء بارد، كنديرش الماء سخون، كندير الماء بارد. هذه الفوره الثالثه، بغيت نحاول انني ندير يديا ولكن ما قديتش. صافي، وغادي نديرو الفوره الرابعه نفس الطريقه حتى هي، غادي نديرها تفور مده ديال 10 دقائق. صافي بارك عليها، لان في المره الاولى كديري نص ساعه، المره الثانيه كتبقاي غدو كتنقصي. دابا غادي نعاود نرجع نخليها بعدا كي انت تبرد ونرجعها تفور المده ديال 10 دقائق، ولكن ما غاديش ندير ليها لا ما لا حتى شي حاجه. غندير نضيف لها شويه ديال السنيده وشويه ديال الزبده وغادي نحلها مزيان وصافي، وغادي نديرها لكم في التبصيل في التقديم النهائي.
من بعد ما كملنا السفة ديالنا ها هو الطبق النهائي، زوقته بشويه ديال السكر كلاصي والقرفه وشويه ديال القرقع واللوز من الفوق كيف ما كتشوفوا. كنعتذر على التصوير ديال هذا الفيديو هذا لان كنت مديرونجيه وكانت الهضره بزاف. المهم ما تنساوش ديروا جيم ولايك.